ابشر ابشر بالخير والله. على الشاشه مذاق السعاده 05012119110 وهذا حسابهم بالانستغرام واضح على الشاشه. عندهم كذا شباب ذوقوا عشان نعطي الناس رايهم. ما شاء الله عندهم كذا منتج. تفضل طال عمرك افتح الجك. تحرجني دائما. تمام يا حبيبنا. يا سلام. سلام فؤاد. ما يحتاج. لا ما يحتاج والله يا ابو. ها كيف طعمه يا شباب؟ اللهم سماع يا اول شيء. خيال. بيض الله وجههم. عندنا ثاني اسره. عندنا ثاني اسره. كوكيز مولي. بقي لكم عليكم لا تخافوا. رقمهم 05058 91 60 14. كوكيز مولي. مو طبيعي. هذا الكوكيز. طيب اعطونا الثانية يا شباب. هذه حقات كوكيز. هذا برضو نفس الأسرة اللي قبل شوي. كوكيز مولي نفس الأسرة اللي قبل شوي. كوكيز مولي الأسرة اللي من شوي. هذا شنو؟ اوكي كوكيز مولي هي نفسها اللي قبل شوي. اوكي كيف طعمها يا شباب؟ اوه خيالي. شيء طيب جد والله. لا لا هذه لا تفوتكم. هذه الصراحة اني سرقت واحدة منها انا في سيارة. هذه هذه لا تفوتكم طعمها مرة لذيذ. انا ما عندي طيب. مشكلة يعني. عندنا اعوذ بالله من كبليس الاسرة هذه اللي هي وين راح وين راح حقها؟ شنو؟ هذه؟ اي هذه هذه لا هذه كوكيز مولي. اي هذه طيب عندنا الاسرة هذه. خلنا نفتح الكيك حقهم. الله بتقص كيكة طبعا كاتبين قناة بداية. الله عليك. هذه كلها نفس الأسرة عندهم ما شاء الله أشياء كثيرة. بس تفتحونها يا شباب. تم تم تفضل. ترى أنا ما عندي ثقافة الفتح سيئة جدا. هذه مشكلة. طيب هذا لعند أسرة خزامة تشيز كيك. الله إذا المخرج يمدي ياخذها هنا افضل. يمديك طبعا. عندهم اشياء كثيره. عندهم ميني تشيز كيك وعندهم الكنافه وعندهم الكيكه هذه وعندهم تراميس. طيب ممتاز. طيب اعطونا هذه يا شباب عشان يشوفونها. بس هذه تبع الخزامه. هي نفسها. هي نفسها تبع الخزامه. اي انا ابو علي. عندهم انواع كثيره من الميني من الميني تشيز كيك وعندهم التشيز كيك تشيز الكنافه وعندهم تشيز كاسات بارد. الله هي نفسها خزامه. ها نفسها كلها. طيب اخر شيء عندنا الخزامه اللي هو تشيز كاسات بارد. هذه اشياء بارده تبع الخزامه اللي اعلنا عنها قبل شوي. سكر. طيب عندنا الاسره الثالثه او الرابعه صح؟ رابع اخر اسره عندنا. رابع كم؟ اللي هو هذا. لا في هذول. المتميزه للاكلات الشعبيه. طيب افتح يا شباب عشان نذوق عشان نكون صادقين في الاعلان. اوه مكبوس دياي. الله برياني صح؟ في برياني. هذا حنيني. هل الجنوب ابشر ابو الحنيني يا هل الجنوب. اذوق عشان حنيني طيبه في حنيني. طيب هذه المتميزه للاكلات الشعبيه. هذا حسابهم في الانستغرام. حسابهم في الانستغرام المتميزه ورقمهم واتساب 0352520086. والله شيء خيار. عندهم برياني وعندهم حنيني وعند هذا كل شيء يا شباب. هريس هنا. هريس جريش جريش جريش, جريش. وحنيني وهذا وش هو يا ابو برياني دجاج. برياني دياي. شلون اكلهم طيب؟ طيب وباقي عندهم المتميزه هذه قهوه جايبينها الحجب. انت مو هذا مالك الشباب؟ انا هذا مالك حظ الحجب. قهوه المتميزه كلها تبع المتميزه للاكلات الشعبيه. يلا هجوم يا شباب. يلا بسم الله.
بسم الله يا شباب، خلنا ناخذ اغراضنا ونروح نتكي هناك. ما شاء الله حليلي مو طبيعي. اوه حليلي بطل. ها؟ ما ذقت حليلي؟ يلا جيبوا جيبوا للشباب. بسم الله. وين هذا؟ وين تقعدوا؟ روح يا شباب. جريش. خذ اللي تبغاه ومشى. جريش. حنيني جريش وش عديلة حنيني ومعود ها الشباب جريش يا جريش تبغى جريش جريش.